ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج دسوقي عبد الكريم احمد الكسبي ابو ربحي والحاج مصطفى ابراهيم عبد الرحمن عفاني ابو فايز من قريه برفيليا قضاء اللد، وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذا اللقاء، وبه نفتح اسئله القسم الثاني والتي تهدف لتكوين صوره عن معاناه سكان القريه خلال فتره الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونيه ومعاناه اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبه وفي مناف اللجوء والشتات. طبعا انا راح اوجه بدايه حديثي لعمي ابو ربحي. طبعا ابو ربحي انت مواليد 31، يعني كان عمرك في 36 حوالي 5 سنوات. سؤالي لك عمي ابو ربحي، هل تذكر شيء من ثوره 36؟ يعني هل شاهدت شيء؟ هل حدثك والدك عن ثوار 36؟ قرية برفيليا شو كان دورها في ثورة 36؟ كان ثوار. نعم. يقولون يعني إحنا ثوار. نعم. البلد يعني زي ما تقول مش زي تقول إلزامي. نعم. يشتروا سلاح الواحد من كونه حتى قالوا بده يصير حرب بيننا وبين اليهود. هذا متى السلاح؟ هذا في 48. هو هذه في 36 كانوا يتكهنوا فيها. لا أنا لما كانوا يتكهنوا فيها بدك يعني في 36 اللي شفته. يعني قرية برفيليا هل كان لها دور في استقبال الثوار، في دعم الثوار، في مبيتهم، في مثلا في إعطائهم معلومات عن قوات البريطانية إنه هنا في جيش وهنا في جيش. يعني أنا اللي لحقته في 36 كانوا لما يجوا على البلد الثوار ابتدائها يعني نعم يقولوا اجل الثوار الثوار نطلع نتفرج عليهم. نعم. نتفرج عليهم فرجة يعني. يجوا على خيل او يجوا مشى البلد تلاقيهم وتلبيهم وتعشيهم وباتوا وفي الليل ما حد يدري عنهم وين راحوا. نعم. برجع لمين؟ للانتداب بريطانيا. نعم. هذا انا اللي شفته يعني في 36. نعم. أمي كانت واضعة بنت مواليد كمان 38، بعد 36 وضعت بنت في 38. قمنا الصبح كانوا البلد مطوقة. نعم. أجا المختار ومعاه واحد إنجليزي ومعاه واحد ترجمان مصري. نعم. كانوا البلد مطوقة وفي واد بكل الوادي الشركي من البدو شركة. نعم. بدتوا تلتموا فيه. فروحت أنا مع أمي وأبوي أطلع الدواب وين في الحكورة وروح دمعين على الناس اللي هم طوقينها الإنجليز وروحنا. فلما وصلنا المكان هناك صاروا شخص في العالم أنا يعني متذكر مظبوط. قلت بدي أنا أكون أتفرج لأن أنا قاعد عند أمي مش عند السلام، بدي أنا أكون أتفرج على السلام. يعني جامعين كل أهل القرية؟ كل أهل القرية. في أنو منطقة؟ في المنطقة بكل وادي الشرق. شرق البلد كانت؟ شرقي البلد. شرقي البلد. آه. حاطين النساء والأطفال لوحدهم؟ النساء لحال والسلام لحال. لحال. آه. وبيبحثوا عن الثوار؟ وببحثوا. نعم. فقال أنا كنت بدي أتفرج أنا يعني كأنه موجود اليوم قدامي. نعم. كنت أنا حيلي هيك اطلعت على واحد اللي لابس كيس فل لها. نعم. بمر كل واحد من جنبه من قدامه اللي بيقول فيه هيب بروح على الدبابة. ايوه. واللي بيقول هيب معناته يرجع محله. طبعا هذا من اهل البلد. من اهل البلد. بس ما بتعرفه. بعرفهم. لا بدون ذكر اسمه. بدون اسم يعني. ما تذكر لي اسمه. بيحكي عن لبس الخيشه. اللي لابس الخيشه. اللي لابس الخيشه بعرفش. مش من اهل البلد. مش من اهل البلد. جاي بريطانيا. ايوه. اما اللي جابوهم اهل البلد يروح على الدبابة عرفت يعني سموهم وعرفتهم. بدك أذكر لك أسمائهم؟ هذولا يعني الدبابة يعني اعتقال. اعتقال. مين من أسمائهم اللي حط؟ قلت الشيخ حسن علي جابر. نعم. إبراهيم العبد حسان، هذا اللي يكون بخالي احنا بكين كل العبد إبراهيم حسان. نعم. محمود وهدان. نعم. إسماعيل عودة. محمود خليل الكسبة.
كمان مش عارف علي حليل علي اسمع علي علي احمد علي محمد علي محمد قاسم نعم علي محمد علي جبر نعم هذول كان يتهمون ان فصائل الثوره يعني هذول السبع اشخاص كانوا متهمين بمساعدة الثوار ولا إنهم ثوار؟ كانوا ثوار وفصائل يعني قائد يعني يكون نحن كنا نقول عنه فصيل نعم. عن قائد اليوم يعني أخذوهم على النافية أخذوهم مين على كم صرفند صرفند الخراب ولا العمار؟ والله ما بترني منهم عاد نعم. قالوا على صرفند في منهم قعد 3 أشهر وفي منهم 6 وفي منهم 3 أيام نعم طيب يعني في هذا اليوم اللي طوقوا البلد فيها البريطان غير أنهم جمعوا أهل البلد وجمعوا الأطفال والنساء لوحدهم والرجال والشيوخ في مكان ثاني وبدأوا بعملية فرز والبحث عن المجاهدين وبيساعدوا المجاهدين أو قتلوهم أخرى هلا أخذوا هاي المجموعة أخذوا هذه المجموعة طيب في البلد نفسها هل بدأوا بالتفتيش داخل البيوت لما إحنا طلعنا من البلد صاروا يفتشوا في البيوت هل يعني عاتوا فسادا في البيوت هل خربوا هل دمروا خربوا يعني إحنا بيتنا الموجود أنا يعني لما عبرتها نعم لما روحنا إمي بتذكر جايبة سريدة سمك من اللد نعم لكعتها فيها نابة خشب فهيني هذا الفسيخ؟ لا سمك من كل سريدة نعم بتذكر جابته وحطه في النبة مشان تنكعه نعم وفي لها صندوق خشب زي ما قالوا في بدل الخزائن في سكر كلات كايمين السكر الكلات دايرينه وين في جوا الهنابة على السمك مشان يخربوا مشان يخربوا بعدين الطحين بكنا احنا كوان خوابي صغار نحط فين الطحين الذرة لحال والقمح لحال والشعير لحال نعم مخلطينه في بعضها وجابين الشعير مع الكمح والذرة ونعفينه ايوه نعفينه على الارض يعني في تخريب يعني تخريب نعم. فسالنا يعني لما سالنا الناس قالوا هذول يهود واليهود زايدين الفيران ايوه الفيران لما يعبرون البيت وصلني كارتن في الاواعي ايوه وهذول من تلك الفيران بخربوا البيوت هم هذول اللي بخربوا اليهود نعم. كانوا لابسين مع بريطانيا هم نعم. فهذا أنا يعني اللي بتذكره هذا كان يعني التخريب مش بس في بيتكم أنتوا كل البلد في كل البلد في كل البلد أنت بتتذكر هذا الضوق الوحيد اللي عملوه على البلد ولا كان في أكثر كمان طوقوا البلد كمان مرة نعم في نهار الظهر عبروا الإنجليز بدون طوق الساعة نعم بلشوا طخ بارود طخ واللي زي ما تقول بك ما إلى اسم بالثورة أو إشي شرط نعم فلما عبروا البلد صاروا يلموا في الناس وين ودونا بكل الواد خليل من البلد وغربة نعم حطوا الأولاد لحال برضو جماعة طلعوا أهل البلد طلعوهم ولا واحد قديش يكون عددهم البريطان لما يجوا يعني يعملوا طوق زي هيك يعني يكونوا 50 رجل 100 رجل لا أكثر نعم تقول زي كتيبة يجوا نعم بسيارات ودبابات وكل إشي ويضربوا طوق إشي يطلع طوق البلد وإشي يصير يفتش نعم فلما لمونا وين كان على الوادي الغربي الواد خليل رحنا واد خليل حطوا الأولاد لحال والسلام لحال والنسوان لحال يعني تقول له بدي أقوم أروح على السيار يقول لك وأنت مكانك أقعد خليك مكانك عرفت وأنت قاعد نعم ما يخلناش نكون ومحرص علينا نعم اللي هذولا هذه كمان بتذكرها اخذوا برضو اشخاص في هاي اخذوا بتتذكر برضو التانيين اللي يعني اخذوا يعني مش كثير هم يعني اللي اخذوهم هم ينقطوا عليهم يعني هذول نفسهم والباقي شرط برا وبرضو نفس الطريقه خربوا بالبلد خربوا نعم باقي يضربوا اللي زي ما تقول هم عابرين اللي يلقوا في الطريق يضربوهم نعم هم هذول الإنجليز أو هم يهود نعم طيب خلينا نحكي عن عمليات القمع اللي كانت تعملها قوات الاحتلال البريطاني ضد شعبنا في فلسطين في أثناء ثورة 36 يعني كانوا يداهموا البيوت يعملوا أطواق أمنية يعملوا عقوبات جماعية في المرة الثانية أيضا خربوا في البيوت كما خربوا في المرة الأولى أيضا خربوا خلطوا القمح بالعدس وكل شيء طيب هل تتذكر أنه البريطان قاموا ب
بتفجير بعض البيوت أو بنسف بعض البيوت أو بقتل بعض الأشخاص، بتعذيب بعض الأشخاص داخل القرية؟ تعذيب عذبوا. كيف آلية التعذيب اللي كانوا يقومون بها؟ يخدوهم على المقعد. نعم. ويشتفوا. شو المقعد اللي هو الديدر؟ الديوان. نعم. يأخذوا ويشتفوا ويقتلوا قتل. قتل. قتل لما واحد من بلدنا اسمه محمود وهدان هذا انكسر ظهره. ضربوه بمهباش هذا يقول يدقوا فيه الكهوة. نعم. ضربوا المهباش كسروا ظهره. نعم. وعاش ومات وهو كيله. من البريطاني. من الهواء. الجيش البريطاني. من الجيش البريطاني. نعم. طب هل يعني غيرها يعني غير مثل هيك عقوبات كانوا يقوموا بها جيش الاحتلال البريطاني، هل أيضا كانوا يعملوا عقوبات جماعية على أهل البلد من خلال منعكم من الوصول إلى مزارعكم مثلا؟ هل كانوا يمنع المزارعين من إنه يصلوا لمزارعهم في ظل إنه كانوا يشعروا إنه هذه القرية تقدم المساعدات للثوار؟ هل كانوا برضو يعملوا فيها؟ ما يحصلوا. كانوا لما يحصلوا طوق يمنعوا لحد يطلع برا نهائي. نعم. ولا يخلوك تطلع. يعني أنا معاي أبويا في خربة زكريا. نعم. من الدر يعني وبتطلع وأمي معاي. نعم. ردونا عن الأربع جهات جهة واحدة. نعم. فلتوني. نعم. طلعت رحت على أبوي، لقيت أبوي الدم نازل منا من هان جايين على الخربة، وكان اللي بدك تقول لنا عن واحد اسمه خليل أبو حسن من صفة ثائر. يعني وين هاي الخربة؟ خربة زكريا. كان والدك يشتغل فيها يعني؟ كان أبوي أنا كشادين ندرس يعني دراسة الكمح. نعم. فما وجدت بقول ليش؟ قالوا بدك تقول لنا عن خليل ولا نحرك النوادر، دار النار في النوادر. شو هي النوادر؟ البيضر في الغلة. الزرع. الزرع. هذا لوالدك؟ لا عمي هذا. لعمك؟ اه. والدك كان بالمنطقة؟ وابوي مضروب هان ومرمي تحت السدرة وحاطينه. بيش ضربينه؟ بتناول المسدس تبعه هير الانجليز وضربه اياه انا. طخه؟ لا ضربه هير بالمسدس يعني. ايوه. ضربه هان قيمي ابوي نزل على الارض. ما كانش حدا عنده؟ كانوا من الناس اللي هناك موجودين. انت شاهدتوا هذا المنظر؟ جيت عليه وابويا نايم على الارض والدم بشطل من هنا. هاي في خربة زكريا؟ في خربة زكريا. هذا كله يعني اثناء ثورة 36؟ وال38. طيب عمي ابو ربحي ايضا في ثورة 36، هل تتذكر بعض المعارك اللي خاضوها طوار 36؟ يعني عمليات مثلا كمائن لبعض البلدان؟ كانوا يروحوا عباب الواد علي. نعم. أهل بلدنا هذول اللي معهم سلاح يربطوا للكوافل تبعت اليهود. نعم. فمرة يعني هم صار الطخ من البرد وكبلة، قالوا هذول يهود. نعم. قالوا هذول يهود. الناس هذول اللي بدها تشرد هيك قالوا هي هذول أولادنا اللي راحوا عباب الواد، وثاني الكافلة اللي ماركة ضاربين وكاتلين من الناس صاروا يطخوا، قال إيش عشان نروح منصورين من باب الواد. نعم. آه. هل تتذكر بقى أيضا يعني بعض المعارك أخرى مثلا أو بعض الأشياء قاموا بها أو نشاطات قاموا بها؟ كانوا راحوا على كوبانية اسمها البرية. هاي بعيدة عنك البرية؟ عند عنابة. نعم. هاي جاي غربيكو. منه غربة. نعم. منه غربة تل الرملة من جاي. نعم. في كوبانية اسمها هناك كوبانية كلها البرية. نعم. راحوا عليها وهاجموها. طبعا هاجموها أولاد بلدنا وعبروا فيها. نعم. وشردوا اليهود منها. نعم. وفي واحد بلدنا توفى الله يرحمه كان سائق فيش اللي هو في البلداني، كان عايش في تكسا وكل عبد الله الشوفير. هذا من بلدكم؟ من بلدنا. راح معهم. استشهدوا هناك؟ لا هم استشهدوا. راح معهم ليكي باص اليهود واقف. نعم. ركب الباص وعبوا يهود بنات وشباب وأولاد وأخذوهم على الرملة، يعني لما احتلوا الكوبانية طلعوا فيهم على الرملة هذول اللي زكتوهم في جواها. 47. زكتوهم. هذا في 47 ولا في 36؟ لا هذا بعد 38 يعني. بعد 38. هلا من أخذوهم المختار تبع هذا اللي الرملة تبع البلدية قال هذول يا عم احنا عايشين مواطنين مع بعض رجعوهم محل ما جبتوهم. لليهود. والناس بتعرف صاروا ياخذوا بغال وياخذوا خيل وياخذوا شعير وياخذوا كم ينهبوا فيها. للمستوطنة. للمستوطنة رجعوهم وظلوا فيها. شو اسم هالمستوطنة مرة ثانية؟ والله احنا بنقولها كوبانية البرية. كوبانية البرية. اسمها ما بنعرف الشيء.
طيب ما زلنا في ثورة 36 عمي أبو ربحي، أهل البلد هل كانوا قدموا أيضا معلومات للثوار عن تواجد جيش الاحتلال البريطاني؟ طبعا، يعني كانوا قدموا لهم معلومات غير المساعدات الغذائية طبعا لأن هذول اللي كانوا مسؤولين، هذول اللي الفصائل قلت لك عنهم، نعم، هم اللي يعطوهم التعليمات. طيب أثناء ثورة 36 هل برفيليا تعرضت لبعض الهجمات من قبل العصابات الصهيونية مثلا في 36 في 36 او في 37 او في 38؟ لا 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 ما تعرض. كان هناك بعض العصابات الصهيونية تقوم بمهاجمة بعض القرى العربية؟ لا في 36 لا لم تهاجم برفيليا ابدا ولا 38. نعم عمي، قبل ما ننتقل ما زلنا في ثورة 36 عمي ابو فايز، هل عندك اي شيء عن ثورة 36 حاب تزيده مثلا؟ هي ثورة 36 حسب ما حدثونا الكبار السن اللي نعم. كانوا موجودين طبعا، انا ما كنت يعني في ذلك العهد، انا مواليد 38. نعم طبعا كانوا حدثونا في الاربعينات في 45 47 كانوا في ثورة 36. نعم وبقي الاضراب في فلسطين في ذلك العهد، وكانت الثورة اسمها ثورة القسام. نعم اللي هو عز الدين القسام رحمه الله عليه، وهذا نعم. الرجل شامي سوري الاصل، نعم، وجاء على شمال فلسطين وقام بهذه الثورة، احد علماء المسلمين رحمه الله عليه. نعم فقامت ثورة 36 ونسبة إلى ثورة القسام سمت 36 لأن أهل فلسطين أضربوا في ذلك العام مدة 36 لغاية 39، وفي تلك السنة استشهد اللي هو عز الدين القسام رحمة الله عليه. نعم فطبعا طوقوا الإنجليز وبالمخابرات الإسرائيلية وبالتعاون مع العملاء أخبروا عنه في أي مكان، وقام الجيش البريطاني وطوقه واستشهد في هذه المعركة، وكانت معركة حزينة على أهل فلسطين. وين تم استشهاده؟ تم استشهاده في أحراش، في أحراش يعبد نعم يعبد نعم رحمة الله عليه. فطبعا الجيش البريطاني كان لا يعيق أي عائق أن يأتي إلى أي قرية ويقوم يعني فيها تخريب وتعذيب أهلها إذا أخبر أن هناك أحد الثوار مر من هذه القرية، والثوار كان يلبس حطات عقل. نعم. فإذا بين واحد من أهل القرية لابس حطة عقل يقول هذا ثائر. نعم. لكن الثوار ما كانوا يتواجدوا في القرية. كان الثوار دائما في الخلاء، في الوعر، في الكهوف، في الأماكن البعيدة حتى لا يؤذوا أهل القرية أن الجيش البريطاني يجوا لأهل القرية. نعم. إلا أنه كانوا أهل القرى يقدموا لهم معونة الطعام والشراب. وطبعا الأشياء اللوجستية اللي بنقولها الآن يعني، نعم، والمعلومات. فكانوا يجوا في الليل متخفين إذا نقص عليهم الطعام أو الشراب أو كانت الدنيا برد شغلات محتاجينها، ولكن القرى كانت عديمة السلاح. نعم لأن السلاح كان عزيز جدا وغالي، ثم كان الحالات الأمنية لا تسمح لهم أن يحملوا قطعة أي قطعة سلاح من الجيش البريطاني، لأن الجيش البريطاني كان يعاقب أهل القرية لو فشك فاضي لكم إذا كان عنده أي قطعة سلاح، حتى السكاكين الموس إلا سكاكين الطعام. وكان في بلدنا صار في كشافة قبل الحرب 48، كان في كشافة، كان عندنا كشافة وكان عندنا مشرف كشافة، كان عندنا واحد يضرب على البرازات اسمه علي إبراهيم الكسبة. يضرب على ايش؟ البرازان. شو البرازان؟ نسميه يعني الان زي تبع الجيش اللي مع الجيش الان، صداح يعني، صداح نعم، اسمه برازان، كله برازان. كان واحد يضرب على الطبل اسمه اسعد السعيد برضو ضرب كسبة، ومحمد حسن، كان محمد حسن وعلي حسن. تابعين لمين هذول؟ مركز معين ولا البلد عملت لها مركز كشافة للبلد كلها يعني؟ ايوه هم تابعين لكشافة اللد، كشافة اللد. وكان المشرف على الكشافة اسمه احمد حسين وهدان، نعم، والآن موجود حي على قيد الحياة. كم عمره هذا أحمد حسين؟ عمره يمكن في التسعينات. ما زال موجود هو؟ ما زال موجود بس كبير في السن وتعبان وصحته تعبان، عفاه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله حسن الختام لنا وله جميع المسلمين. عمره 90 سنة. فكان مشرف على الكشافة، وكان عندنا كشافة ويعني منظمين، نعم، وكان لهم طابور ومنتظمين مرتبطين مع كشافة اللد، كل مع الواحد موس ومع صفارة ومع يعني كل الأشياء المطلوبة لأي كشاف. شو كان أهم نشاطاتهم هذول الكشاف اللي في القرية؟ نشاطاتهم كانوا يعني دائما يعني يحرصوا البلد ويطلعوا يكشفوا في البلد ويشوفوا المعلومات اللي بتيجي من المدن للبلد، وإنه اليهود إيش بيعملوا، شو بيعملوا، لهم نشاطات ولهم زيارات. طبعا هذول الكشافة كل معلومات هاي تجينا لأهل البلد، وتكون ارتباطهم مع الكشاف في اليد ومع بقية الكشفيين في القرى المجاورة.
طب أعمارهم كانت كم تتراوح بينهم؟ كان أعمارهم يعني بدك تقول من 18 إلى 25 سنة. أو 25. نعم. نعم يعني شباب كلهم يعني فتية. يعني كان لهم تنسيق مع فرق تاني في. مع جميع القرى اللي حوالي. مين كان في قرى عندكم بحوالي؟ عندنا البدية وعندنا. عن نابة. كان فيها كشافة. جمزو فيها كشافة. كانوا يعملوا كشافات مشان الثورة مشان اليهود عشان كانوا بدهم يكونوا ثورة. حتى يكونوا متدربين. هاي الكشافة أنو سنة تقريبا يعني كان؟ يعني هذا في 45 كانت موجودة. 45 لغاية 48 موجودة. أيوة. نعم كانوا موجودين. اللد اللي أسستها. طيب الآن ما زلنا في ثورة 36 وإن الضراب الشهير اللي حصل في 36 اللي استمر 6 شهور عم أبو فايز وعلى أثره انطلق الثورة 36 بعد هذا الإضراب. يعني الآن جزء أحول سؤالي لعمي أبو ربحي، أنت سمعت في الإضراب اللي وأنا تاكنا أيوة هذا الإضراب باعتقادك يعني هل أثر اقتصاديا واجتماعيا على قرية برفيليا؟ طبعا تأثرتم بهذا الإضراب. أثرها وبعدين اللي قعدت حوالي 6 أشهر نعم ممنوع من كرية لكرية يجيب حبة طحين نعم من الإنجليز. بتذكر أبوي راح على بلد اسمه بيتكسا نعم هناك بيتكسا قريبة على القدس جاب لنا 4 أكياس طحين بعنسمين على بغلة في الليل ولما إحنا فتحنا الباب أعبر البغلة بقاع الدار وكان سدوا الباب خوف حدا يشوفنا. ليش يعني شو اللي خوف حدا يروح يوز يقول إن هذا الزلمة جاب له طحين خوف يعني من البلد يقول في يروح لبريطانيا يقول هاي هذا راح جاب طحين من يعني بريطانيا كانت تمنعك تجيب كانت تمنع ليش كلام هو الإضراب إحنا اللي عملناه مش هم هم منعوا مش الإضراب إحنا عملناه منعوا الدخول على الكرة أيوة وعلى المدن يعني تأخذ معك قرض على مدة على المدينة المدينة رجعوه منهم البريطاني البريطانيين نعم فهل لما أعبروا الطحين وحطوه الزلمة فعلا ظل للصبح وروح ما حدا شافه منين هذا الزلمة كان؟ من بيتكسا وجاب الطحين إلى جاب الطحين إلى للدار نعم هذا بتذكره. طب هل صار في نقص بالمواد التموينية في القرية في ذلك الوقت؟ صار اللي ما عندش إشي صار عنده نقص كيف كان يتعوض هذا؟ هل يعني هل العلاقات الاجتماعية يعني في القرية في ظل هذا الإضراب بدأت العائلات الغنية مثلا تقدم للعائلات طبعا اللي ما مثلا أنا ما فيش عندي غلة أو شيء تروح على بلان زي ما تقول كرضة نعم يقرضك مثلا 10 مسحات المسحة 5 طرطال كمح أو شيء نعم. عبين ما أنت لما تيجي الفلحة الثانية السديها نعم. كانوا يقرضوا بعضهم كرضة يعني نعم طيب بعد هذا الإضراب الآن يعني الإنتاج الزراعي في ثورة 36 عندكم في 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 برفيليا هل تأثر الإنتاج الزراعي في ظل الثورة؟ لا ما تأثر الإنتاج الزراعي أبداً ما تأثرش نعم الآن يعني بنتقل لسؤال آخر اللي هو الآن تقريباً إحنا انتهينا من ثورة 36 والحديث عن ثورة 36 عمي أبو ربحي وعمي أبو فايز والآن يعني أبو فايز بالفترة هاي بيكون واعي تقريباً في عام 47 بشهر 11 عام 47 شهر 11 كان هناك قرار التقسيم قرار أيوة. تقسيم فلسطين اللي صدر بشهر 11 عام 47 خلال الجمعية العمومية أيوة هل هذا القرار سمعت فيه علمتوا فيه في قرية برفيليا؟ علمنا في هذا القرار لأنه كان الأخبار بالنسبة للكشافة اللي ذكرناها سابقاً نعم كان كشافة يروح على المدن وجبنا الأخبار أولاً بأول نعم لأنه ما كانش موجود عندنا راديات أو وسائل اتصال نعم كان موجود في عنابة موجود في البرية موجود في جمزو موجود في اللد في الرملة المعلومات تصلنا أولاً بأول نعم وسمعنا بقرار التقسيم وطبعاً قرار التقسيم ما حدا رضي فيه لا السكان ولا المسؤولين إن كان هناك كان في ذلك العهد نعم. هو كان مسؤول اللي هو الحاج أمين الحسين ما حداش وافق على هذا التقسيم شو كانت ردة فعل العرب؟ كانت ردة الفعل العرب إنهم يجندوا أنفسهم واستعدوا للقتال للقتال وترجيع أي شبر أرض أخذته إسرائيل نعم. من الأراضي العربية نعم. وطبعا من هنا صار يشتروا السلاح وشراء السلاح كان صعب جدا لأنه السلاح كان قليل وشراء السلاح كان عزيز جدا نعم. وكان ثمنه غالي مع العلم السيولة المالية كانت قليلة جدا مع الناس نعم. اللي بيعلوا مثلا 4-5 غنمات حتى يشتروا بندقية نعم. أو بيعلوا بقرة أو جمل أو يستلف من أقربائه راح نحكي عن هذا الشيء احنا في مبارك. فطبعا صار هناك يعني تجمع بين الشباب لحماية القرية
كل واحد أنه بده يستعد، لأنه الآن اليهود ربما في يوم من الأيام غدا بعد غد أنه يهجموا علينا، لكن إحنا بعيدين عن اليهود. نعم. إحنا يعني المستعمرات بعيدة، في مستعمرة موجودة عند البرية. نعم. وهي بيننا وبيننا حوالي يمكن 20 كيلو أو 25 كيلو. نعم. يعني زعمان وأبعد من الزرقاء. طيب إذا يعني كانت ردة فعل من القرى والمدن العربية برفض هذا القرار؟ الرفض. نعم. هل كان هناك مثلا مسيرات ومظاهرات منددة بهذا القرار؟ طبعا المظاهرات كانت موجودة في المدن، في المدن. إنما القرى. نعم. طبعا ما في هناك يعني أماكن للدولة اللي ظهروا أمامها أو أماكن إعلامية. نعم. فالمظاهرات كلها موجودة في المدن. نعم. أما أبو ربحي، البريطان في حكومة الانتداب البريطاني اللي كانت على فلسطين، كان إذا ما ألقي القبض على عربي ويحمل السلاح مثلا، أو القبض على شخص ومعه بندقية أو مسدس أو سكين، كيف كانت تتعامل مع حكومة الانتداب البريطاني مع هذا الشخص؟ كانوا يأخذوه يسجنون. نعم. في منهم يسجنون مؤبد. نعم. وفي منهم سنتين أو خمس سنين، وفي منهم يعني زي ما قلت لك مؤبد، وفي سنين معدودة. في إعدام. وفي نعم. إعدام. نعم. طيب الآن تقريبا يعني هل حصل في القرية عندكم في قرية برفيليا أنهم ألقوا القبض على أشخاص ومعهم سلاح مثلا وتم سجنهم أو إعدامهم أو نفيهم؟ لا ما في ما واحد اسمه يوسف فضة، يوسف وواحد اسمه محمد ذيب اليطق. ذيب اليطق. نعم. هذا أجا من بيت عنان وكان صديق لهذا الرجل يوسف وعلي محمد كاسا، أجوا على البلد. يعطيني أسمهم مرة تانية اثنين. واحد اسمه يوسف فضة بيتسمي باسم أمه. يوسف فضة هذا من برفيليا، من البلد، من البلد، من دار، من دار علكم. نعم. وهذا محمد ذيب اليطاق هذا موجود من بيت عنا، من بيت عنا. نعم. أجا ضيف على يوسف فضة وكان معه بندقية. نعم. فطبعا خبوا البندقية يعني حطوه في مكان غير معروف. نعم. وكأنه أحد الناس المخبرين من خارج القرية شافوا لما دخل في القرية، فأخبروا الإنجليز إنه موجود هذا المطلوب، هذا كان مطلوب للجيش البريطاني. نعم. محمد ذيب اليطق. فأجى الجيش طوق البلد. طبعا هذا الحكي في الأربعينات، يعني أنا كنت واعي هذا الحكي. نعم. يعني ممكن كان هذا في 45 أو 46. طوقوا البلد، وطبعا علموا اليهود الإنجليز إنه هذا في بيت يوسف فضة. فأجوا على يوسف فضة وطوقوا البيت. طبعا وجد البندقية التحري والبحث، وجد البندقية موجودة في خابية تبعت الكمح. نعم. فأخذوها وأخذوا محمد ذيب اليطق وأخذ يوسف فضة وسجنوا في سجن عين شمس بعد الجيش البريطاني. وطبعا يوسف فضة خرج في 48 قبل الهجرة، يعني بعد ثلاث سنوات من تقريبا بعد ثلاث سنوات من السجن أطلع، لأنه ما ثبت عليه أنه ما عنده سلاح. هذا السلاح ما كان، أنا ما شفتوش يعني أنكر، لكنه ثم خرج. الشخص الثاني برضو، والشخص الثاني برضو خرج. نعم. لأنه ما ثبت أنه قاتل حدا أو يعني في بدم بارد أو بغيره. نعم. روح في برضه كمان واحد اللي هو اللي اسمه خليل أبو حسنة. نعم. من صفة. برضه كان ثائر. هو تو عمي ميقذين الخوات. نعم. كان لما يشرد من صفة يجي علينا عمي خبي يطوق البلد يتفتش وما يلكش، اللي هو اسمه خليل أبو حسنة من صفة. هذا خليل. أيوه. أبو حسنة له قصة. أيوه. هذا قصته لما أكمل أبو ربيع. لما يجي يطوق البلد يفتش يقولوا بدنا، يقولوا بدنا حسنة، بدنا حسنة. كان هو مين حسنة؟ هو عنا خليل أبو حسنة الإنجليز يقول عنا حسنة. نعم. يعني بدنا حسنة. السلمة هنا ما ظل مهرب وحلف يمين ما بأسلم برودتي إلا لما أستشهد. فالآن السلمة ظل لما أجى الجيش العربي في غيقة بيقولها شلتة في هناك اسم كراكور، صارت معركة. الزلمة نزل من صفة على المعركة مع الجيش العربي، قالوا شرح حطته وصاروا يقول عليهم عليهم، استشهد والبندقية تبعته موجودة معه، حملوا وروحوا على صفة. لما الزلمة هذا يمينه مشى ما بسلم بندقية إلا ما استشهد، والزلمة استشهد ما سلمش حالة لبريطانيا. أيوه. هذا اللي بعرف عنه. نعم.
هو خليل أبو حسن، اللي هو خليل أبو حسن قد استشهد طبعا في معركة مع الجيش الإسرائيلي في أروسلي في كركور في سنة 49 49 هذا بعد ال بعد 48 لأن اليهود بدأت تهجم. خليل أبو حسن كان مع الثوار وكان له أصدقاء في البلد. نعم. كل أهل البلد كانت تحب الثوار لأن الثوار ضد المحتلين اللي هم المستعمرين البريطان وضد اليهود. نعم. أن اليهود كانوا متعاونين مع البريطان، البريطان متعاونين مع اليهود، هناك العربي كان ممنوع يحمل أي قطع سلاح، مع أنه الإسرائيلي سواء مجند أو غير مجند كان يكون معه سلاح بدعاته أنه بده يدافع عن نفسه أو يحمي حاله. فكان العربي الفلسطيني لا يوجد معه أي قطعة سلاح، ممنوع، وإذا وجد معه قطعة سلاح كان يعاقب إما بالسجن أو بالقتل أو بالإعدام. هذا خليل أبو حسن أجعل بلد طبعا هناك المخبر أجعل بلد في أنوسة أجعل على بلدنا في سنة تقريبا 46. نعم. يعني وهذا لما أجا كان ساعة الجيش البريطاني موجود. نعم. فأجا طوق البلد، طبعا كان هناك مخبرين وعملاء للجيش البريطاني موجودة في جميع الأعوام جميع السنين، فأخبروا أن خليل أبو حسن المطلوب للجيش البريطاني الآن أجعله البرفيلية. فكانت برفيليا يعني ملتقى القرى، وأكثر الثوار يجعل بلدنا لأنه أهل بلدنا كانوا يتعاونوا مع الثوار لأنهم كانوا عندهم الرجولة والشهادة. مضيافين كانوا. نعم. فأجوا طوق البلد فقالوا خليل أبو حسن موجود عند واحد اسمه علي حليمة أبو شفيق اللي هو علي محمد علي قاسم. نعم. فطبعا لما دري اللي هو علي أنه أجوا يأخذ خليل أبو حسن خبوه وين؟ خبوه في بير، كان هناك عند بيار مش موجود فيها مية. نعم. خالية من الماء، فقالوا خبوه في البير، فخبوه في البير وعلى البير في خرزانة اللي هي الحجر الكبير موجود، فطبعا البير غطوه انه ما اساس مش في حدا ولا في مية او يعني يوهم انه هذا ملان مية. فاجوا على علي طوقوا البيت تبعه وطوقوا المقعد اللي هو الديوان اللي هو موجود لهم ديوان. نعم. طبعا وجدوا لما دخل على البيت وبدأ يتخبى ينزل في جوه البير مع خليل أبو حسن، وجد أنه الكابتن اليهودي الإنجليزي موجود في البيت، فأطلق عليه طلقة نار من الفرد، طبعا طلقة تهويب يعني مش إصابة، وطبعا رفع يديه وسلم حاله قال له أنت علي قال له أنا علي، فاستلم فقال له بدي أنا خليل أبو حسن، قال له خليل أبو حسن أنا ما شفتوش بعرفوش ولا شفته، فأنكر وجود خليل أبو حسن رغم القتل ورغم الإهانة والضرب. هو أبو حسن موجود في البيت موجود متخبي، ورغم أنه ضربوا أهل البلد جمعوا البلد طوقوها وأطلعوا النساء والرجال وفتشوا البلد بيت بيت ما وجدوا خليل أبو حسن، ورغم القتل اللي أكلوا ما قر عنه ولا اعترف أنه موجود خليل أبو حسن موجود في البلد، حتى ذهبوا الجسد. مين هو هذا الشخص اللي كان؟ هذا من صفة. من صفة. صفة وين هاي؟ صفة قضى رام الله الآن. بس هي 67 يعني 67. طب لكن كانت قريبة على بلدنا. شو اسم الشخص اللي أخفاه؟ أخفاه اسمه علي محمد علي قاسم أبو شفيق، بنسمي علي حليمة نسبة إلى أمه. لا أمه. نعم. الاسم المشهور يعني. وطبعا طلع الجيش البريطاني بعد ما إنه هذا علي قتلوا وضربوا وأهانوا وأدموا، ثم نعم. خرجوا وما استفادوش من هذا الطوق، ولأنهم لم يجدوا هذا الرجل عنده تركوا، وبعدها بعد ما خرج الجيش البريطاني أخرجوه وروّوا على صفة سليم، وبقي هذا الرجل ثائر وسلاحه معه في كتفه، وكل الناس كانت تحييه وتشجعه حتى ظلت المعركة اللي ذكرها أخوي أبو ربحي في معركة كركوف في 49. وكان شهر في 49؟ 49 أظن في شهر 6 أو شهر 7 لا أذكر تماما. نعم. يمكن في الصيف كركور. وين هي بتيجي كركور؟ هذه كركور جنب شلتة، عند شلتة مقابل صفة. هاي في اللي برضو في 67 كانت كركور. لا هذه في 48 في 67 في 48 في 48 كانت يعني في وين؟ شرق شلتة ولا غرب؟ هذه شرق شلتة. شرق هاي. إذا شرق راح تكون في 67. المهم يعني بينها وبين شلتة بين كم؟ صفة وبين يعني شلتة. هو جبل بيقول لك جبل ومنطقة هيك منطقة. كان لسه لغاية يعني في شهر 6 49 كان لسه ما زال في مقاتلين كان مقاتلين موجودين يقاتلوا القوات الإسرائيلية. نعم. وهي معركة صفة معركة شهيرة. وراح من الجيش اليهودي الجيش الإسرائيلي راح عدد يعني غير قليل، ثم انسحبوا مهزومين، وأثناء انسحابهم صار التسلل على القرى الفلسطينية بعد هجرة 48. سنتحدث فيما بعد. نعم. عن التسلل. نعم. طبعا نتكلم عن هذا الرجل يعني هو الذاكرة التي ذكرناها له. طبعا
طيب عم ابو ربحي عم ابو فايز، الان احنا انتهينا من موضوع ثورة 36، والان راح نتكلم عن مرحلة ما قبل احتلال القرية والدفاع عنها. انتم تعلمون ان ما بعد قرار التقسيم اللي صدر بشهر 11 عام 47 كانت هناك السيطرة على ارض فلسطين من لغاية شهر 2 وشهر 1 شهر 2 48 ما زالت بايدي العرب، ولكن مع نهاية شهر 2 بداية شهر 3 بدأ اليهود باغتصاب الأراضي الفلسطينية وبدأوا ينقضون على القرى قرية القرية وبعض المدن تسقط، وهنا أهل القرى وشعبنا في فلسطين بدأ يتخوف من هم من خرج بدون قتال ومن هم من قاتل واشترى سلاح ودافع عن القرية وحفر خنادق وعمل متاريس، ولكن بعض القرى لم تكن تمتلك هذا السلاح وخرجت قبل قدوم اليهود. أول شيء الآن قرية برفيليا لما شعرت بالخطر وشعرت أن اليهود بدأوا يحتلون القرى قرية قرية، أول خطبة في برفيليا، هل أهل برفيليا شعروا بالخوف؟ طبعا أهل برفيليا حينما أنا بدي أجيب لك أهل من الأول. طيب خلينا أقول مع عمي أبو رحي معذرة عمي أبو فايز، أهل برفيليا شعروا بالخطر؟ أول شيء من لما اليهود لما أنت قلت لي عن اللي بدوا في المناوش الحرب، نعم أول بدوا في يافا. في يافا لأن كانوا فيهن أولاد يشتروا في يافا. نعم أول بدوا في يافا، لما سقطت يافا طلعوا وين؟ على سلمة. نعم سقطت سلمة راحوا على بيت دجن. نعم وياسو وصرفن ضلت مين؟ اللد. نعم هان اللد ضلت موقوفة في ملجأ في الرملة، الملجأ سموها جميع الثوار فين الملجأ في الرملة ثوار. نعم كانوا يروحوا ويكاتلوا. نعم هان الملجأ هاد في الليل عبروا سللوا عليه نسفوا فوق الثوار وفوق أسلحتهم اليهود. اليهود في أنو شهر هذا تقريبا؟ هذا يعني تقريبا يمكن في 47 مش في 48 لا في 47 ما هي طالت. نعم توصلت 48 هان اليهود لما تكووا نزلوا على اللد احتلوها. اللد لما طلعت ومركت عن الكرة، الكرة طبعا خافت. نعم احنا بلدنا خاصة كانوا عاملين لها خناتك عدار البلد ويطلعوا حراسة في الليل على الكارية. طب احنا قبل ما ندخل على الحراسات وقبل ما ندخل على الخنادق اهل برفيليا هل فكروا بشراء سلاح؟ شروا. هل تم جمع اموال من اهل القرية عمي؟ لا كل واحد يتبرع من نفسه يشتري بيه حلال ويشتري قطعة سلاح. يعني اهل برفيليا كل شخص راح لواحد واشترى السلاح ولا صارت هناك عملية جمع اموال واعطاها لشخص واحضر السلاح للقرية؟ لا كل واحد راح واحد، يعني انا بذاتي نفسي انا يعني كنت زيضة قلت لابوي انا بدي اشتري ستن والحق مع الثوار. نعم قال لي هاي الدواب روح بيع واشتري. نعم اخذت معي ابن سمعين بهيمة وولادها اثنين وبكى نعم. وواحدة بكرة وابنها. نعم بعت الى وين اخذتهم؟ اخذتهم على اللد. كانت لسه اللد مش ساقطة. كانت نعم. كان ما تسقط اخذتهم على اللد. نعم بعت الحمارة وابنها وروح معي واحد وبعت العجل والبكرة روحت معي لما صرت عند ال قديش بعتهم وقتها؟ بعتهم يعني تقريبا بيجي ب 30 ليرة البقرة الغير البقرة العجل والبهائم اثنين حوالي ب 30 ليرة 30 لأن العجل بكى زي الطور هيبة. لما صرت عند اللي بدي اطلع اخرج من اللد الا اثنين جايين وقفت انا قالوا منين سرق هذه البقرة؟ قلت من انا سرقها؟ قالوا لمنين جايبها؟ حاطين مدفع من البلد وشركة. قلت لهم مارين المدفع هذا؟ قالوا كنت بدو تتهموني اني انا سارك البقرة والله هذا غير ظل محلة واللي تحتل. قال شو عرفك؟ قلت لان قلوبك مش على قلوب بعض انا منزل دواب وابوي اعطاني اشتري سلاح والتحك مع الثورة وانت بتقول سرقها؟ والله ما انا شاري السلاح بدأ من جد بقلبه. قال له واحد شايف هذا جاهل نازل دواب تبيحن واحد من كل سراك هاشو شوف قال لك والله غير تحتل اللد مركوا عن بلدنا لما احتلوها صرت كلهم عارفين لما انتوا قلتوا سرق البقرة هاي احتلوها اليهود وين المدفع راح؟
هم نفسهم اللي يعني لأهل اللد للدوية للدوية شايل وما شريتش أنا سلاح. فلما طلعنا من البلد طلع مع أبوي مصاري. لا هلا لحظة ما طلعناش راح نتسلسل لحظة في لحظة في لحظة. ما زلنا ببرفيليا. أنت لم تشتري سلاحا لسبب أنه اتهموك في أنك سرقت البقرة. وهذا الحكي طبعا مش صحيح كونك أنت رايح أصلا تبيع بشراء السلاح والتحك معهم. طيب الآن باقي أهل البلد يعني أوجه سؤالي لعمي أبو فايز. عمي أبو فايز هل مثلا يعني برفيليا مثل ما أنت تكلمتني يعني كان في هناك لجنة كان في هناك مجموعة كبيرة كان في مخاتير كان في فرقة كشاف موجودة ببرفيليا هل فكروا بشراء سلاح بشكل جماعي؟ لا حسب معلوماتك جماعي كانوا هم أهل البلد طبعا يستشيروا بعضهم. نعم يا إخوان الخطر عمال بدهم قرية قرية في فلسطين وإحنا من هذه القرى ولازم ندافع عن قريتنا. نعم فاللي كان معوش مصاري اللي معاه نقدي يروح يقولوا له والله يوصفوا في أي قرية في أي مدينة إنه في سلاح. نعم فطبعا السلاح كانوا يجيبوه مخبى مخفي خبوه في كياس التبن أو كياس الكش وجبوه على الجمال حتى ما يظهر أمام الجيش البريطاني لأنه كان ساعة موجود الجيش البريطاني. نعم. قبل ما انسحب الجيش البريطاني بعد ما انسحب الجيش البريطاني كان السلاح طبعا يشتروه العرب يعني ظاهر يشتروه فصار هناك تعاون بين الشباب أنه لازم الكل يشتري سلاح فكان يشتروا هذا السلاح فردي على حسابه ليس يعني جماعي بل هم مش يعني مرجعية أنه لهم قيادة لهم مرجعية أنه يشتري سلاح جماعي فكان كل واحد ما عندهش يبيع له قطعة أرض أو بيع دواب من عنده بقر أو غنم ويشتري قطعة سلاح وحفروا الخنادق حول البلد وكان يسهروا طول الليل. لا لسه قبل الحفر. نعم. أنا الآن بهمني في موضوع شراء السلاح. السلاح كان لم يشترى جماعي. لا لم يشترى جماعي. ولم يجمع فلوس من القرية. لا أبدا كل واحد كان على حساب يشتري. طيب الآن شراء فردي. بدأ إذا السلاح وصل القرية تباعا. نعم تباعا. بندقية بندقية. أكثر أهل البلد صاروا مسلحين. استنات رشاشي كانت رشاش. يعني رشاش صغير يعني مسافته أبو 5 متر. طيب باعتقادك السلاح اللي وصل بطريقة فردية يعني السؤال لكم اثنين عمي أبو فايز عمي أبو ربحي واللي بيعرف يجاوب كم قطعة سلاح كانت في القرية تقريبا بعد يعني ما انتهى قدوم السلاح يعني تقريبا أبو 50 قطعة 50 قطعة سلاح تقريبا يعني. وكم رشاش كان أبو ربحي تقريبا؟ تقريبا يمكن في اكثر من 10 او 15 رشاشات اللي هن برين وستين ولا ولا ستين بنقول برين لا برين لا ما كان في كان ستين ثمنه غالي جدا وما كانش حد يقدر يقتنيه يعني. نعم طيب هل انت امتلكت سلاح عمي في القريه؟ لا ما امتلكت سلاح. هل صار هناك عمليات تدريب في البلد على السلاح؟ كيف يعني يسووا؟ يتدربوا. هل صار في عمليات تدريب؟ لا هم الواحد يتدربوا لحال لبالهم يعني. هم لوحدهم يعني هل لوحدهم يتدربوا ما كانوش يطلعوا جماعات ولا كل واحد لوحده يروح يتدرب؟ كان اللي عنده خبرة كان اللي عنده خبرة يدرب الثاني في اطلاق النار في التدريب يدرب نعم. كان يدرب الاخرين وواحد يدرب السلاح الثاني. كانوا يشتروا مني كان السلاح فردي نعم. طلقة طلقة نعم وهذا يعني انا نزلت لا استدعي الى وقت طويل للتدريب يعني بعد ما كانش يتدربوا تدريب يعني اكاديمي على اللد انا يعني يعني تدرب تدريب اكاديمي ويكون نعم. تدريب منظم لا. وعدد المرش تدريب عشوائي فقط تدريب لا. عشوائي بس المهم بطخ يعني اطلاق نار وبعدين صاوب يحطوا هيك علامات اشارات في الارض وصور يطلق عليها النار انه يصيبها نعم. وكان معه ابو 12 يعني مشط والمشط فيه حوالي 10 فشكات ابو 100-120 طلقه فاذا راح للطلقات هذول كان الصعوبه نعم. انه ايجاد طلقات النار الموجوده يعني طيب. هي وجدت لكن الطلقات صعب كان وجودها. عمي أبو ربحي ثمن البندقية في ذلك الوقت كان كم؟ كانت 100-150 من 100-150 دينار والستين إنجليز صواري والستين كم كان في السعر؟ الستين كان يسوى لها أبو 50 ليرة 50 دينار يعني الستين أغلى من البندقية كان؟ لا البندقية أغلى البندقية 100-120 الستين مش هو الرشاش؟ لا رشاش صغير هذا صغير الرشاش هذا صغير زي الشرطة العسكرية أيوه زيها نعم يعني أطلع من الفرد يعني نعم يعني سلاح فردي نقول عنه ستين. طيب الآن تقريبا أنتوا ذكرتوا أنه كان في حوالي 50 قطعة سلاح في البلد يعني بنقدر نقول أنه الآن الأشخاص اللي مسلحين كان عددهم 50 شخص تقريبا تقريبا 50 شخص يعني هذول اللي كانوا بيفكروا أنهم يدافعوا على القرية قبل يعني دخول اليهود أو سقوط برفيليا أو احتلالها من قبل اليهود
طيب احنا الان قبل ما ننتقل لموضوع اخر راح ناخذ استراحه ونتابع فيما بعد. الله يعطيكم الف عافيه.